الحصة التانية في الجبر هناخد فيها أول درس علينا السنة دي، هو الجذر التكعيبي للعدد النسبي. رمز الجذر التكعيبي زي الجذر التربيعي بالظبط، إنما في تلاتة صغيرة هنا. تعال نفتكر الجذر التربيعي الأول. لما نقول جذر التسعة معناها عايزين عدد أضربه في نفسه يدينا تسعة. التسعة تلاتة في تلاتة، فجذر التربيع للتسعة يساوي تلاتة. لما يكون في سالب تحت الجذر التربيعي مينفعش أجيبله جذر، مفيش عددين تضربهم في بعض يديك سالب أربعة، فلما نلاقي سالب جوه الجذر التربيعي ليس له معنى. طب جذر سينوس أربعة، لما يبقى عندك أسس تحت الجذر خد نص الأس، اقسم الأس على اتنين، الأربعة نصها اتنين، سينوس اتنين في سينوس اتنين تجمع الأسس يديك سينوس أربعة، ده الجذر التربيعي. أما الجذر التكعيبي، مثلا الجذر التكعيبي للتمانية معناها عايزين عدد نضربه في نفسه 3 مرات يديني تمانية. كام في كام في كام بتمانية؟ اتنين في اتنين في اتنين، اتنين في اتنين بأربعة، أربعة في اتنين بتمانية، فالجذر التكعيبي للتمانية اتنين، تاخد منهم واحدة بس. الجذر التكعيبي ل27 عايزين عدد نضربه في نفسه يدينا 27، اللي هو التلاتة. تلاتة في تلاتة في تلاتة هيديك 27، تلاتة في تلاتة بتسعة، تسعة في تلاتة ب27، يبقى الجذر التكعيبي ل27 يساوي تلاتة. طب لو في عدد انت مش عارفه ممكن تجيبه بالآلة، يعني مثلا جذر التكعيبي ل125، أنا مش عارف ال125 كام في كام في كام، فهتجيب الآلة وتكتب جذر التكعيبي ل125. رمز الجذر التكعيبي نفس الجذر التربيعي، بس هتدوس قبليه شيفت، تدوس شيفت وعلامة الجذر، بعدين تكتب العدد اللي انت عايز تجيب جذره، 125 هيساوي، تطلع لك خمسة، خمسة في خمسة في خمسة ب125، فجذر ال125 يساوي خمسة. سالب جذر التكعيبي لل64، السالب هنا بره الجذر فينزل زي ما هو. ال64 عبارة عن 4 في 4 في 4، 4 في 4 ب16، في 4 ب64، يبقى الجذر التكعيبي ل64 يساوي 4. وبرضه لو مش عارفها ممكن تجيبها بالآلة، وممكن تستخدم طريقة التحليل اللي خدناها في رابعة ابتدائي، وده نشرحها في آخر الحصة لو فضل وقت. واحنا عندنا 9 أعداد هيتكرروا معانا كتير في المسائل، بالتكرار هتعرفهم لوحدك من غير آلة. الجذر التكعيبي للتمانية قلناها 2، الجذر التكعيبي ل27 يساوي 3، جذر ال64 يساوي 4، افتكرها بالأربعة الأولى دي، 64 يساوي 4، 125 جذرها التكعيبي 5، افتكرها بالخمسة الأولى، جذر التكعيب ال216 يساوي 6، افتكرها بالستة، جذر التكعيب ال343 يساوي 7، 7 في 7 في 7 ب343، افتكرها بالتلاتة والأربعة، 3 زائد 4 يديك 7، 512 جذرها 8، دي معرفش تفتكرها بإيه، 729 جذرها 9، افتكرها بالتسعة، الجذر التكعيبي للألف يساوي 10. وطبعا في عددين هنا مش مستاهلين، الجذر التكعيبي للصفر هو الصفر، الصفر لو ضربته في نفسه 3 مرات هيديك صفر، الجذر التكعيبي للواحد هو الواحد، واحد في واحد في واحد يديني واحد. كده عرفنا معنى الجذر التكعيبي، تعال نبدأ في المسائل. مسائل الدرس ده كلها سهلة. السؤال الأول أكمل، عايز جذر التكعيبي ل27 على 1000، هجيب جذر البسط لوحده والمقام لوحده، 27 جذرها 3 والألف جذرها 10، تبقى 3 على 10، ممكن أكتبها 3 من 10. عيد جذر التكعيبي لسالب 125، السالب هنا تحت الجذر، في التربيعي في الجذر التربيعي لو لقينا سالب تحت الجذر ليس له معنى، أما في التكعيبي ليه معنى أو ليه جذر. إيه العدد اللي تضربه في نفسه يديك سالب 125؟ سالب 5، لو ضربت سالب 5 في سالب 5 في سالب 5 هتديك سالب 125، لأن سالب في سالب بموجب، موجب في سالب بسالب، 5 في 5 في 5 ب125. فأنت في الجذر التكعيبي لو لقيت سالب تحت الجذر نزله عادي، وهات الجذر التكعيبي للعدد، 125 جذرها 5. أما لو جذر تربيعي كنا بنقول ليس له معنى. الجذر التكعيبي لسالب 2 و11 على 8، هنعدلها في الأول، هنضرب 2 في 8 زائد 11، هنزل السالب، 2 في 8 ب16، 16 و11 يبقى 27، ونزل المقام اللي هو 8. بعد ما عدلت هجيب الجذر، هنا في سالب هنزله، 27 جذرها 3 والتمانية جذرها 2، تبقى سالب 3 على 2. السؤال الرابع، عايز جذر سالب 8 من 1000، برضه هنعدلها الأول، سالب 8 من 1000 يعني سالب 8 على 1000،
السالب اللي تحت الجذر التكعيبي هنزله، جذر التمانية 2 والألف جذرها 10، تبقى سالب 2 على 10 أو سالب 2 من 10. فأنت لما تشوف سالب تحت الجذر التكعيبي نزله، وبعد كده هات الجذر عادي. هنا في جذرين، عايز الجذر التكعيبي للجذر التربيعي لل64، عندك جذرين جوا بعض. أنا هجيب الجذر اللي جوا الأول اللي هو جذر ال64. خلي بالك ال64 لها جذر تربيعي ولها جذر تكعيبي. الجذر التربيعي لل64 8، عشان 8 في 8 ب64. أما الجذر التكعيبي لل64 يساوي 4، 4 في 4 في 4 ب64. ال64 لها تربيعي ولها تكعيبي، تربيعي 8 أما التكعيبي 4. هنا الجذر اللي جوه ده جذر تربيعي لل64، الجذر التربيعي لل64 8، فهتبقى الجذر التكعيبي ينزل وجذر ال64 8. بعد كده نجيب الجذر التكعيبي، الجذر التكعيبي لل8 يساوي 2، يبقى هما كانوا جذرين جوا بعض. أنا جبت الجذر اللي جوا الأول اللي هو جذر التربيعي لل64 طلع ب8، 8 اللي طلعت جبت لها الجذر التكعيبي، الجذر التكعيبي لل8 يساوي 2. السؤال السادس، عايز الجذر التكعيبي لصادوس 3، كام في كام في كام يديني صادوس 3؟ ص في ص في ص. انك لما تضرب صادوس 1 في صادوس 1 في صادوس 1 يديك ص أس 3. او لما تلاقي أس تحت الجذر التكعيبي اقسم الأس على 3، نزل الرمز اللي هو الصاد واقسم الأس على 3، 3 على 3 فيها الواحد، والواحد مش هيتكتب. الجذر التكعيبي لسينوس 6، هنزل س ولما يبقى عنده أس في الجذر التكعيبي اقسمه على 3، 6 على 3 فيها الاتنين. لو ضربت سينوس 2 في سينوس 2 في سينوس 2 اجمع الأسس هتديك سينوس 6. طب الجذر التكعيبي ل27 صادوس 9 على سينوس 15، امسكهم واحدة واحدة. 27 جذرها التكعيبي 3، صاد أس 9 اقسم الأس على 3، 9 لو قسمتها على 3 تديك 3، سينوس 15 اقسم الأس على 3، 15 على 3 فيها الخمسة. يبقى هنا عندك ملحوظتين، لما تلاقي سالب تحت الجذر التكعيبي نزله، لما يبقى عندك أس تحت الجذر التكعيبي اقسمه على 3. تعال ندخل في السؤال التاني. السؤال التاني برضو أكمل، عايز الجذر التكعيبي ل125 زائد الجذر التربيعي ل9. هجيب كل جذر لوحديه وفي الآخر أجمعهم عشان هو بينهم علامة جمع. الجذر التكعيبي ل125 يساوي 5 زائد الجذر التربيعي ل9 يساوي 3، هتجمعهم 5 زائد 3 يساوي 8. السؤال التاني نفس النظام، عايز جذر التكعيب ل8 ناقص جذر التكعيب ل27، هجيب كل جذر واطرحهم، جذر التكعيب ل8 يساوي 2 ناقص جذر التكعيب ل27 يساوي 3. هتطرح 2 ناقص 3 يساوي سالب 1، لما تطرح عدد صغير ناقص كبير لازم يديك عدد سالب، بنطرح بشرط الكبير. السؤال الثالث، عايز جذر التكعيبي ل343 زائد الجذر التكعيبي لسالب 343، برضه هجيب الجذرين واجمعهم، جذر 343 يساوي 7، لو نسيت اعملها بالآلة، زائد الجذر التكعيبي لسالب 343 في سالب هنا فهنزله الأول، 343 برضه 7، في شرطين ورا بعض هنا فلازم تضربهم، هنزل 7 موجب في سالب بسالب، تبقى 7 ناقص 7 هيتساوي 0، أو من غير ما تضربهم أنت ممكن تقول العدد ومعكوس ويساوي 0 على طول. جذر 64 ناقص جذر التكعيب لسالب 64، خلي بالك هنا ده جذر تربيعي وهنا جذر تكعيبي. الجذر التربيعي لل 64 يساوي 8، الإشارة اللي بينهم ناقص. الجذر التكعيبي لسالب 64 في الأول هنزل السالب، والجذر التكعيبي لل 64 يساوي 4. ال64 التربيعي بتاعها 8 اما التكعيبي 4، برضه في شرطين ورا بعض، شرطين ورا بعض ينضربوا ببعض، سالب في سالب بموجب، هتبقى 8 زائد 4، 8 زائد 4 يساوي 12. الفكرة التانية هنا هنعكس، هديك الإجابة نفسها أو الناتج وعايزين الرقم اللي تحت الجذر، وخلي بالك ده جذر تربيعي، الجذر التربيعي الكام يديك 3، العدد لما نجيب جذر يديني 3 اللي هو 9، جذر 9 يساوي 3. لو عايز تعرفها
لو مديك الناتج وعايز تدخله تحت الجذر التربيعي ربع الناتج، لو ربحت التلاتة، تلاتة في تلاتة تساوي 9. فانت اي عدد عايز تدخله تحت الجذر التربيعي ربعه، يعني تضربه في نفسه. جذر س يساوي 5، عايز الس اللي تحت الجذر التربيعي ربع الخمسة، الخمسة عشان تدخل جوه تضربها في نفسها، 5 في 5 ب25، يبقى الس دي ب25. جذر ص يساوي 2 على 7، عايز الصاد اللي تحت الجذر، عشان تدخل ال2 على 7 تحت الجذر هتربعها، 2 على 7 في 2 على 7، 2 في 2 ب4، 7 في 7 ب49، يبقى ص هتساوي 4 على 49. الكلام ده كله في الجذر التربيعي. أما لو تكعيبي بيقول الجذر التكعيبي للسين يساوي 3. الجذر التكعيبي الكام يدينا 3؟ الجذر التكعيبي ل27. طب أعرفها منين؟ لما يديك العدد وعايز تدخله تحت الجذر التكعيبي كعبه، يعني تضربه في نفسه 3 مرات، 3 في 3 في 3 ب27. يبقى العدد لو عايز تدخله تحت الجذر التربيعي ربعه، يعني اضربه في نفسه 2 مرات. عايز تدخله تحت الجذر التكعيبي كعبه، اضربه في نفسه 3 مرات. الجذر التكعيبي للألف يساوي 2، عايز الألف اللي تحت الجذر التكعيبي، هكعب الاتنين، هضرب الاتنين في نفسها 3 مرات، 2 في 2 في 2 يساوي 8. الجذر التكعيبي للسين يساوي -1/5، عشان أدخل -1/5 تحت الجذر التكعيبي هكعبها، -1 في -1 في -1 هي -1، 5 في 5 في 5 ب125. طب أركز في دول. السؤال السابع بيقول لي الجذر التكعيبي للسين يساوي الجذر التربيعي للأربعة، عايز السين اللي جوه الجذر التكعيبي. جذر التكعيبي للسين يساوي جذر الأربعة. أنا في الأول هجيب جذر الأربعة، جذر الأربعة تساوي 2، هو مش عايز الاتنين، هو عايز يدخلها جوه الجذر التكعيبي. الاتنين لما تدخل تحت الجذر التكعيبي نضربها في نفسها 3 مرات، 2 في 2 في 2 هتساوي 8. تاني، أنا في الأول جبت جذر الأربعة، جذر الأربعة تساوي 2، هو مش عايز الاتنين، هو عايز السين اللي تحت الجذر التكعيبي. الاتنين عشان أدخلها تحت الجذر التكعيبي هكعبها، 2 في 2 في 2 ب8. زيها تاني، جذر التكعيبي للسين يساوي -(-25)، عايز السين اللي تحت الجذر التكعيبي. في الأول أنا هفك دي، جذر ال25 يساوي 5، والسالب اللي بره الجذر هينزل، بقت -5. -5 دي عايز أدخلها تحت الجذر التكعيبي، يبقى هكعبها، أضربها في نفسها 3 مرات، -5 في -5 في -5 ب-125. يبقى أنا في الأول بفكها وبعد كده بدخلها تحت الجذر. هنا هيعكس، جذر التربيعي للسين يساوي القيمة المطلقة للجذر التكعيبي -27. احنا هنجيب الناتج بتاع الكلام ده الأول، بعد كده هندخله جوه الجذر التربيعي. القيمة المطلقة تلغي السالب. اتفضل لي الجذر التكعيبي ل27. الجذر التكعيبي ل27 يساوي 3. انا كده فكيت الكلام ده، هو مش عايز التلاتة، هو عايز يدخلها تحت الجذر التربيعي. 3 لما تدخل تحت الجذر التربيعي ربحها، 3 في 3 يساوي 9. برضه نفس النظام هنا، القيمة المطلقة للجذر التكعيبي -125 يساوي الجذر التربيعي للسين. تعال نفك دي الأول، القيمة المطلقة تاكل السالب. اتفضل للجذر التكعيبي ال125، جذر ال125 يساوي 5. يبقى أنا فكيت الكلام ده كله سوا 5. الخمسة دي هدخلها جوه الجذر التربيعي. 5 لما تدخل جوه الجذر التربيعي نربحها، 5 في 5 يساوي 25. تاني، يبقى أي عدد عايز تدخله جوه الجذر التربيعي ربعه، هتدخله جوه الجذر التكعيبي كعبه. آخر فكرة معانا المعادلات، ودي خدناها الحصة اللي فاتت، هي بالظبط، لكن الحصة اللي فاتت كان فيها تربيع، النهاردة هيكون فيها تكعيب. قلنا الحصة اللي فاتت لما يبقى عندك س تربيع يساوي 25 وعايز تجيب السين، ايه العدد اللي تربعه يديك 25؟ اللي هو الخمسة، 5 في 5 ب25. وقلنا في عدد تاني اللي هو -5، -5 في -5 برضه ب25. يبقى في عددين لو ربعتهم يديك 25، اللي هما الخمسة -5 او احنا كنا بنقول عشان تخلص من التربيع اللي فوق السين هات الجذر التربيعي. يعني انا لو عايز السين هجيب الجذر التربيعي لل25، بس لازم تحط قبلها موجب او سالب، يبقى السين هتساوي موجب او -5. دي بتاعت الحصة اللي فاتت. النهاردة بدل تربيع هيبقى تكعيب، س تكعيب يساوي 8، عايز السين،
ايه العدد اللي تكعبه او تضربه في نفسه 3 مرات يديك 8، اللي هو الاتنين. 2 في 2 في 2 ب8. طب هل في عدد تاني لو ضربته في نفسه 3 مرات يديك 8؟ هل ينفع مثلا تقول -2؟ لا، ان -2 في -2 في -2 هيديك -8، مش هيديك 8. يبقى هو في عدد واحد بس لو ضربته في نفسه 3 مرات يديك 8، اللي هو الاتنين. يعتبر جبنا الجذر التكعيبي. فاحنا النهاردة عشان تخلص من التكعيب هتجيب الجذر التكعيبي، زي ما هنا عشان نخلص من التربيع بنجيب الجذر التربيعي، هنا عشان اخلص من التكعيب هجيب الجذر التكعيبي. يبقى س هتساوي الجذر التكعيبي للـ8، جذر التكعيبي للـ8 تساوي 2. يبقى الفكرة ان احنا بنخلص من التربيع بالجذر التربيعي، وبنخلص من التكعيب بالجذر التكعيبي. بس متنساش ان المعادلة اللي فيها تربيع لازم تحط موجب او سالب، التكعيبي مفهوش الكلام ده. لو عندنا س تكعيبي يساوي -27، انا اللي مضايقني هنا التكعيب اللي فوق السين، هلغيها واجيب الجذر التكعيبي للـ-27. يبقى الس بتساوي جذر التكعيب لـ-27 هتساوي -3. تعال ناخد على المعادلات دي 5 مسائل عشان نقدر نفهمها. السؤال الاول بيقول لي حل المعادله 2 س تكعيب ناقص 1 يساوي 53. اللي اختلف هنا التكعيب، هنسيبه للاخر. هثبت الس تبقى 2 س تكعيب يساوي، هودي -1 الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى 53 زائد 1. 2 س تكعيب يساوي، اجمع 53 زائد 1 يساوي 54. عشان نخلص من الاتنين اقسم عليها، اقسم هنا على الاتنين وهنا على الاتنين، هتبقى س تكعيب يساوي 54 على الاتنين فيها 27. الخطوة الزيادة بس ان انا هلغي التكعيب، عايز اخلص من التكعيب اللي فوق السين. عشان تخلص من التكعيب الغيه وهات الجذر التكعيبي، هتبقى س بتساوي الجذر التكعيبي للـ27، الجذر التكعيبي للـ27 يساوي 3. نفس الخطوات اللي عملناها الحصة اللي فاتت، بس في الآخر بدل ما جبنا الجذر التربيعي جبنا الجذر التكعيبي. السؤال التاني عايز يحل المعادلة س تكعيب زائد 343 يساوي 0. نثبت في الأول الس، هتبقى س تكعيب يساوي، هنودي الموجب 343 بعكس الإشارة، هتبقى -343. الصفر في الجمع والطرح عشان ما يقصر، ممكن ما تكتبوش خالص. مفيش حاجة قبل السين عشان اقسم عليها. دلوقتي انا عايز اخلص من التكعيب، الغيه واجيب الجذر التكعيبي، تبقى س بتساوي الجذر التكعيبي -343. في سالب تحت الجذر التكعيبي ننزله، 343 جذرها 7، تبقى س بتساوي -7. اخر 3 مسائل. 1 من 1000 س تكعيب يساوي -8. هنعدلها الأول، 1 من 1000 يعني 1 على 1000 س تكعيب، وننزل -8. هنا مفيش حاجة مجموعة أو مطروحة الس عشان أوديها بعكس الإشارة، عايز أخلص من 1 على 1000. عشان تخلص من أي كسر تضرب في معكوس الضرب، 1 على 1000 لو جلبته هيبقى 1000 على 1، والواحد في المقام مش هيتكتب. زي ما ضربت هنا في 1000 هتضرب هنا في 1000 برضه. قلنا الحصة اللي فاتت عشان تخلص من أي كسر تضرب في المعكوس الضربي، تلاقي الألف راحت مع الألف، هيتفضل لك هنا س تكعيب. -8 في 1000 بـ-8000، 8 في 1000 بـ8000. آخر خطوة عايز أخلص من التكعيب، عشان تخلص من التكعيب هات الجذر التكعيبي، هتبقى س بتساوي الجذر التكعيبي لـ-8000. السالب هينزل، 8000 لو جبتها بالآلة هتطلع لك 20، 20 في 20 في 20 بـ8000. أو ممكن تقول 8 جذرها 2، والألف اللي هي الـ3 أصفار دول جذرها 10، يعني هاخد منهم 0 و1 بس، أو هاتها بالآلة هتطلع لك -20. آخر مسألتين هنا نفس الفكرة، بيقول لي حل المعادلة س زائد 1 الكل تكعيب يساوي 125. اللي مضايقنا في المعادلة دي التكعيب اللي فوق القوس، لو قدرت أخلص منه أقدر أحل المعادلة عادي. قلنا أي تكعيب عشان تخلص منه بتجيب الجذر التكعيبي. طب والقوس؟ القوس هنزله زي ما هو، هتعامل مع القوس ده كأنه حد واحد. يعني مثلا لو عندنا ألف تكعيب يساوي 125، وقلت لك عايزين الألف من غير التكعيب، هتقول لي هنشيل التكعيب ونجيب الجذر لل 125 اللي هي 5. فهنا نفس النظام، القوس ده هتعامل معاه كأنه حد واحد، كأنه ألف مثلا، فينزل زي ما هو س زائد 1. عشان تخلص من التكعيب هتجيب الجذر التكعيبي لل 125، جذر ال 125 هيساوي 5. فهنا القوس نزلته زي ما هو ولغيت التكعيب وجبت الجذر التكعيبي لل 125 اللي هي 5،
بعد كده بقت معادلة عادية خالص، هنثبت السين ونودي الواحد الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى 5 ناقص 1، تبقى سين بتساوي 5 ناقص 1 يساوي 4. وطالما السين بقت لوحدها يبقى المسألة كده خلصت، يبقى مجموعة الحل تساوي 4. تاني زيها بالظبط، حل المعادلة سين ناقص 2 تكعيب يساوي 216. أنا اللي مضايقني في المعادلة التكعيب، هلغيه وأجيب الجذر التكعيبي لل 216، القوس ينزل زي ما هو مش هنكلم. جذر التكعيب ال 216 يساوي 6، الغي التكعيب وهات الجذر التكعيبي. بقت معادلة عادية، هودي السالب 2 الناحية التانية بعكس الإشارة، تبقى س بتساوي 6 زائد 2، 6 و2 يساوي 8، يبقى مجموعة الحل تساوي 8. نلخص الحصة في ال5 نقط دول عشان تفرق بس بين الجذر التربيعي والجذر التكعيبي. الجذر التربيعي للأربعة معناها عايز عدد أضربه في نفسه يديني 4 اللي هو الـ2. الجذر التكعيبي للعدد معناه عدد أضربه في نفسه 3 مرات يديني 27 اللي هو 3. تاني نقطة، لما تلاقي سالب تحت الجذر التربيعي ده ليس له معنى، مينفعش أجيب عددين أضربهم في بعض يديك سالب 9. أما في التكعيب عادي ينفع، الجذر التكعيبي لسالب 8 أنزل السالب وأجيب الجذر عادي، جذر التكعيبي للـ8 يساوي 2. تالت نقطة، لما يبقى عندي أسس تحت الجذر، في الجذر التربيعي اقسم الأس على 2، أما في الجذر التكعيبي اقسم الأس على 3. هنزل سين 8 لما اقسمها على 2 فيها 4، هنزل سين 6 اقسمها على 3 فيها 2. النقطة الرابعة، لما يديك الإجابة أو يديك عدد وأنت عايز تدخله جوه الجذر التربيعي هتربعه، لو عايز تدخله تحت الجذر التكعيبي هتكعبه. 5 لو ضربتها في نفسها مرتين 5 في 5 في 25، أما 5 عايز تدخلها جوه الجذر التكعيبي ضربها في نفسها 3 مرات، 5 في 5 في 5 ب125. آخر نقطة في المعادلات، لما يبقى عندك معادلة فيها تربيع عايز تخلص من التربيع هات الجذر التربيعي، لو عندك معادلة فيها تكعيب عايز تخلص من التكعيب هات الجذر التكعيبي، لكن في التربيع لازم تكتب موجب أو سالب. جذر التربيع للـ9 يبقى موجب أو سالب 3، جذر التكعيب للـ8 هيساوي 2. لو عايزين تحلوا مسائل كتير على الدرس ده ممكن تحلوا تمارين الكتاب صفحة 2، هتلاقوا فيه مسائل كتير وشاملة الدرس كله، وممكن التمارين ده نحله مع بعض الحصة الجاية لو عايزين. نشوفكم الحصة الجاية إن شاء الله.